السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في مصر الحضارة سلامة رمضان. أنا نازل دلوقتي، كنت نازل تحت دلوقتي كلموني بعدين بقى الجو بارد عامة، كانوا عايزين حضرتك من تحت عشان فأنا اضطريت إن أنا أنزل أتمشى كده حبة وأشتري الحاجة، فقلت أصور لكم الجو، لقيته جميل جدا والجو صافي، وكانت الأرصاد بتقول إن مدينة العاشر هيحصل فيها، ما كانش دول عاشر بقى، كان الارصاد بتقول ان في سيول وامطار ومش عارف ايه، والكلام ده طبعا على المناطق الساحليه، ده حصل فعلا في اسكندريه، ولكن دلوقتي ما شاء الله شوف مدينه العاشر الجو الجميل ما شاء الله، يعني لو بصينا كده الطريق والسماء صافيه ما شاء الله، يعني تبقى لحضراتكم ما تنسوش بقى دعم قناتنا وقناة مصر الحضارة، النهاردة الخميس وبكرة الصبح الجمعة إن شاء الله. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نكثر من الذكر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء ومن الذكر ليلة الجمعة، وكمان من سنن الجمعة طبعا الاغتسال ليلة الجمعة أو الصبح يعني فجر الجمعة، إن أنت تغتسل قبل ما تروح للصلاة، وبتلبس احسن الثياب، ويفضل يكون لابس ثياب ابيض وانت رايح تصلي صلاه الجمعه. ومن سنن الجمعه ايضا تقليم الاظافر وقص الشارب وحلق العانه ونتف الابط، دي من سنن الجمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنن اللي وردت عن صلاه عن الجمعه. نتمنى حضراتكم شوف المكان، بسم الله ما شاء الله، ادي الطريق اهو، ده المنظر بالشكل الجميل ده. الجو ما شاء الله جميل، بسم الله ما شاء الله، جو العاشر بسم الله ما شاء الله، يعني والله العظيم شتاء وشتاء ممتاز جدا، وده الاتوبيس اللي لسه معدي ده بتاع جهاز المدينه، اتوبيسات مكيفه وجميله وخدمه متميزه، والاجره بتاعتها 4 جنيه، يعني دي حاجة من الحاجات الحلوة اللي جهاز مدينة العاشر من رمضان عملها للمواطنين اللي ساكنين فيه. احنا هنا مثلا المنطقة دي، لو اتكلمنا على المنطقة دي جاية من مرور العاشر من رمضان، مجاورة 13 ومجاورة 12 ومجاورة 11 اللي قدامنا دي، قدامنا بالظبط بعدها المجاورة العاشرة كده على طول، وقصادها كده 39، والمنطقة اللي على هنا دي اللي هنا دي كده دي 49، قصاد كده ده الشارع الفيصل بين 49، الشارع اللي هو في الاتجاه التاني ده من 49 وال 48، مجاورة 48 49، وفي الخلف ورا كده موكيت ماك وجرين لاند ومجموعة شركات زي مصر الحجاز واي بي بي اراب. الجمال بتاع العاشر بقى بتتقسم كده، ممكن تلاقي مناطق سكنية هتبقى لحضراتكم، يعني زي مثلا تلاقي مناطق سكنية زي كده هتبقى لحضراتكم، بتعمل مثلا زي بيوت اهالي، مساحات بقى بتتراوح من 200 وحاجه لحد 500 و700، وبتتقسم برضو لاعمار سكنيه الجهاز بيبنيها ويبيعها للمواطنين. اللي بيعجبني في العاشر من رمضان الخضره والزرع، المساحات الخضراء الكتير جدا والشوارع الواسعه، التقسيم بتاعها الحلو قوي ده، هو ده اللي عجبني فيها. شوف الهدوء بقى، الشارع ده حد يقول لك الجو هادي جنب منك وكده، لا الجو مش هادي، احنا دلوقتي الساعه حوالي 11 بالليل، الجو يعتبر لا مش هادي، هو احنا عندنا عشان الشوارع هنا واسعة، وعشان خاطر ده الشارع مثلا اللي مودي بيقسم على المدينة، فده الشارع ده بيعتبر بيوصل لأماكن بيطلع منه أكتر من شارع، يعني وأنت جاي قدام بعد 200 متر تلاقي شارع داخل يمين بيدخلك المدينة، وفي شارع على الشمال بيدخلك الأحياء الجديدة، ويدخلك مجاورة 46 و45 و44 والكلام ده كله. تطلع قدام شويه بعد مثلا 200 300 متر تلاقي شارع، بعد 200 300 متر تلاقي شارع، فده كله بيديك ميزه ان انت ما تلاقيش عندك ازدحام في الطرق والمواصلات والكلام ده كله، او تلاقي الشارع مقفله، او تلاقي الدنيا زحمه خالص، لان احنا ما عندناش مثلا شارع واحد في المدينه بس فقط لا غير، لا ده انت عندك مجموعه شوارع، خدت بال حضرتك ان الشارع بيتقسم بطوليه وعرضيه، وكل اقصى مسافه اقصى مسافه ما تعديش 500 متر تلاقي شارع يوديك اي مكان في المدينه انت عايزه. ده من ضمن الميزات اللي احنا بنتكلم عنها عن مدينه العاشر من رمضان.
التربة بتاعتها مستوية بعكس العبور، العبور عالي وواطي، وبرضو 6 أكتوبر فيها عالي وواطي كتير جدا. لا العاشر أرض تربة مستوية، وده شيء جميل جدا برضو. ما بتلاقيش بيوت في العالي وبيوت تحت خالص كده، لا انتبه لحضراتكم. هنا كده هتلاقي هنا كده ورانا اليافطة هنا كده بتاعت مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هو بين المجاورة 39 ومجاورة 49. ده مستشفى عملته الشرطة وزارة الداخلية لخدمة المتحدي الإعاقة. تعال حضراتكم شوف اليوتيرن ده، لو بصينا على اليوتيرن ده هنلاقيه هنا كده، وبعد 300 متر بالظبط هتلاقي فيه يوتيرن تاني لو بصيت عليه كده، وفي الخلف ورا كده هتلاقي حوالي برضه اتنين كمان يوتيرن تاني. يعني المكان ده كل ده بيقول لك ايه، مفيش زحمه، ما يخليش فيه زحمه المكان. وده عندك دي اليافطه بتاعت المركز التاهيلي اللي هي قبل منه بحوالي 100 متر بالظبط. تعال حضراتكم كده شوف الهدوء والجمال بتاع البلد والتاكسي ده العاشر من رمضان اللي هو احمر في ابيض، ده تاكسي العاشر من رمضان. تعال حضراتكم فقلنا بقى بكره سبحان الله حاجه غريبه جدا، المكان اللي انا اقصده ده في كهرباء قطعت فيه سبحان الله. في الاتجاه الثاني مثلا ورايا كده الكهرباء شغاله على بعد 100 متر مجاورة 48، الكهرباء شغاله فيها هناك قصادنا هناك اهي، و49 دي قطعه فيها. حاجه غريبه والله، الكهرباء ما قطعتش من زمان في الاماكن دي، يعني ما شفتهاش قطعت من زمان. وطبعا هتلاقيها تيجي دلوقتي، ممكن ما خلصت معاكم 3 4 دقايق وتلاقي الكهرباء جت على طول. فنقولنا نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجمعه، وننفذ سنه النبي في سنن الجمعه نعملها، والتبكير الى الصلاه. طبعا الايام دي في كورونا والجمعه تتفتح قبل الصلاه ب 10 دقايق، فالتبكير الى الصلاه طبعا غصب عنك مش هتقدر تطبقه في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازيه، دخول المسجد ووصول المسجد متاخر والخروج من الصلاه بدري. ادي الشارع اللي على اليمين ده، وفي الشارع ده كده ده بيدخل على المجاورة العاشرة هنا، وبعديه بحوالي 150 متر شارع تاني بيدخل على نفس المجاورة. تبقى لحضراتكم وده المجاورة 49 وصاد منها شارع، وبعد حوالي 100 متر شارع تاني بيدخل على المجاورة 49. عشان ما تقوليش اصل انت المنطقة عندك فاضية، لا المنطقة كثيفة السكان ومفيش فيها مكان الحمد لله. يعني المكان ده لو عايز تدور على شقة فيه مش هتلاقي شقة اساسا خالص فاضية، ولا تقول لي ايجار ولا غيره، يعني ممكن تقعد بيها او شراء ممكن، لكن غير كده لا. طيب